تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تطهير مواقع جديدة استحدثتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة الحازمية بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع مستحدثة للميليشيا الحوثية في منطقة الدحقة بجبهة الحازمية بمحافظة البيضاء خلال الساعات الأولى من فجر اليوم. وأوضحت المصادر أن العملية نتج عنها مصرع وجرح عدد من مسلحي ميليشيا الحوثية، فيما لاذ البقية بالفرار.